يوم جديد وحلقة جديدة مشاهدينا، وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت، وبرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج مصر من السماء. كل إنسان منا له حلم وهدف وبيسعى ليه وبيتمنى إنه يحققه، وإن شاء الله يحققه مع الصبر والمثابرة، هيحققه رغم الصعوبات اللي بيقابلها، لأن إحنا عندنا أمل في ربنا سبحانه وتعالى، عندنا ثقة كبيرة جدا في كرم ربنا لينا. الحياة حلوة ولازم نعيشها زي ما هي بحلاوتها، ما نعقدهاش، ما نقولش ده حلو وده وحش، لازم نعيش الحياة زي ما هي. المكان اللي احنا قاعدين فيه بيمدنا بالراحة النفسية وممكن يأثر على نفسيتنا وسعادتنا. المكان اللي احنا بنقضي فيه وقت طويل، البيت عند بعض الناس ممكن ما يكونش هو الركيزة الأساسية في حياتهم، لكن عند ناس تانية كتير بيكون هو أهم حاجة ممكن تمدهم بالراحة النفسية. علشان كده المكان اللي احنا قاعدين فيه لازم يكون فيه ديكور مختلف، لازم يكون فيه تصميمات مختلفة تطلع بشكل كويس تظهر لنا الراحة النفسية. إيه علاقة المكان بالراحة النفسية والديكورات الجديدة والموضة في 2021؟ كل ده أسئلة وأسئلة تانية كتير جدا هنعرفها مع حضرتكم في حلقة النهاردة مع أسماء سرحان، مهندسة الديكور ومهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. برحب بحضرتك يا باشمهندسة. باشمهندسة، يعني في فرق بين التصميم الداخلي والخارجي، عايزين نعرف ببساطة كده الفرق بينهم عشان بس المشاهدين نوضح لهم الموضوع. التصميم المعماري وهو التصميم الداخلي، والتصميم الخارجي اللي هو تصميم واجهات. التصميم المعماري باختصار جدا لو عندك مساحة ومحتاج تعمل مشروع معين، لو وليكن مشروع سكني، فبنقسمه لوحدات صغيرة. يعني بنبدأ مثلا كما واحدة سكنية بنبدأ نحط الأوض، الريسبشن، الحمام، فدي بيسمى الفراغات دي بتتكون تصميم اسمه تصميم معماري. التصميم الداخلي بقى بنمسك كل فراغ احنا صممناه بنصممه تاني، بنصممه من حيث الجمال، من حيث الشكل، بنصممه داخليا. ده بيسمى التصميم الداخلي، بنمسك كل فراغ لوحده بنهتم بالموضوع بيه جماليا، فده اسمه التصميم الداخلي. في فرق بين المعماري والداخلي. طيب حابين نعرف مكتب حضرتك قائم على التصميمات المعماريه والداخليه فقط ولا في تصميمات تانية مختلفه بيقدر ينفذها؟ لا، هو التصميمات المعماريه والداخليه والخارجيه اللي هي بتشمل الواجهات اللي احنا بنعمل لها المعماري اصلا والتنفيذ بتاعها كمان. طيب لو في عميل جالك محتاج تصميم داخلي لكن التصميم الخارجي عنده كان محتاج تعديل، هل بتقدر المعماري قصدك؟ تمام. والتصميم الداخلي عنده، يعني هو عايز ينفذ التصميم الداخلي اصلا بس الخارجي عنده اللي هو التصميم المعماري. احنا يعني خلينا نقول خارجي برضه عشان المشاهدين يوضح الموضوع يكون واضح كده بالنسبه ليهم وسهل وبسيط. هل بتقدري تعدلي في التصميم الخارجي ولا بيبقى في صعوبه ساعتها ممكن مشكله تواجهك ما بتقدريش تشتغلي؟ لا، هو اي تصميم داخلي بيجي لي بنحتاج نعدل في اي تصميم، بنحتاج نعدل في التصميم المعماري بتاعه بس بشروط. يعني ما ينفعش مثلا نيجي جنب الهيكل الخرساني بتاعه، ما يجيش جنب الاعمده، فبنقدر نعدل، نفتح فراغ على فراغ، نوسع مكان، نضيق مكان، ده في ايدينا وده لازم نعمله على فكره، بس ما نجيش جنب الهيكل الخرساني. بتبقى في اعمده بالفعل موجوده فما نجيش جنبها، يعني ما ينفعش الهند عمود مثلا يعني. لا، لكن نوسع مكان، نضيق مكان، نبني حاجه مكان حاجه، ده متاح جدا وده في الغالب لازم نعمله. حضرتك فده لازم نعمله، يعني لازم نعدل. بس كده احنا ممكن نعدل بس بعيد عن الاساسيات اللي هي عشان ايه الهيكل الخرساني بالظبط، ما ينفعش نيجي جنبه يعني، بس نعدل في الفراغات. يعني عندنا مثلا مطبخ نلاقيه ضيق شويه، الليفنج نلاقيه كبير قوي، فناخد من المساحه دي نحطها في دي من غير ما نيجي جنب الهيكل الخرساني تماما. طيب هل معرفه شخصيه العميل مهمه بالنسبه ليكي؟ اكيد. زي الدكتور النفسي كده بالظبط، لما يحب يعرف شخصيه المريض عشان يحللها بالظبط، برده المهندس لازم يعرف شخصيه العميل. شخصية عميل مهمة جدا، هتعرف تتعامل معاه، هتعرف تقنعه، هتعرف تعمل له التصميم اللي هو محتاجه. يعني انت ممكن اصلا مش فاهم العميل، تقعد تعمل في تصميمات كتير جدا ما يعجبوش اي حاجة اصلا يعني، فلازم تكون عارف يعني شخصية العميل كويس جدا. حضرتك بتفهم شخصيته علشان تقدري مثلا تلاقي الديكور ده يتناسب معاه، المريح النفسي بالنسبة ليه، الورد مثلا، الاباجورات، الكلام ده كله. في ناس مثلا ما تحبش ماتيريال معينة، يقول لك لا انا بكره الخشب ما تحطيليش خشب، بكره الرخام ما تحطيليش رخام، فلازم نفسية العميل مهمة جدا. ولازم تكون عارف هو بيحب ايه، ولازم تساله اسئله برضو مهمه في الاول، تعرف شخصيته عامله ازاي، ايه الحاجات اللي هو بيحب عايز يعملها. ففي اسئله لازم تسالها للعميل مهمه جدا في الاول. زي ايه مثلا؟ ايه الاسئله اللي انت ممكن تسالها له دي؟ اول حاجه لازم تساله الستايل اللي هو عايز يكمل يمشي بيه، هل مودرن ولا كلاسيك؟ في يعني ده حاجه وده حاجه تانية خالص، فما ينفعش ابدا يجي يقول لي انا عايز جزئيه كلاسيك. احنا برضو معانا صور على الهواء بتتعرض دلوقتي. لا، هو ده بيوضح بس الفرق بين التصميم الداخلي والتصميم المعماري. اللي احنا قلنا في الاول. تمام، ممكن تشينج في الصور. طيب تمام. طيب صاحب المشروع بيبقى له تاثير على المشروع؟ اكيد. في ممكن عندك عميل يعلي المشروع قوي وينجح المشروع جدا، وعميل تاني يخلي المشروع مش احسن حاجه.
العميل اللي بيتدخل كتير قوي في المفروض اي عميل يروح للمهندس يبقى واثق جدا فيه، واثق جدا في اختياراته ويسيبه يشتغل زي ما هو عايز، بس بيقول له انا والله بحب الستايل مودرن او كلاسيك، بحب الالوان الهاديه، الالوان الغامقه، بحب ماتيريال الخشب، اي ماتيريال هو بيحبها، ويسيب المهندس يبدا زي ما هو عايز. ما ينفعش انا كل خطوه اقعد اقول له لا اصل انا لا ممكن تحط لي دي ما اعرفش ايه، فبتطلع في النهايه حاجه مش لطيفه. طيب احنا معانا صوره دلوقتي، عاوزين حضرتك توضح لنا الفرق معاهم. لا هو ده ده كان بس تصميم معماري، فبيوضح الفرق بين المعماري والداخلي. تمام. لا هو كل صوره. طيب تشينج برضو في الصور معانا. طيب تمام، عايزين نتعمق كده شويه في التصميم الداخلي ونعرف يعني مراحل الديكور والتشطيب المختلفه بتتم ازاي معاكم في طبعا التيم بتاع حضرتك اللي انت عاملاه وشغل حضرتك. طيب. بتقدري تنفذي ازاي تيم العمل اللي حضرتك بتسيطري عليه ازاي حتى في الشغل يعني. احنا طبعا كان معانا صور وهتتعرض برده دلوقتي ان شاء الله، تنزل الاعداد هيحاول ينزلها. يعني حضرتك يعني انت اللي بترقصي فريق العمل كله من صناعيه سواء ممحرين كل حاجه حتى التيم كله. يعني كلمينا عن ده، المراحل دي بتتم ازاي، بتكوني انت بتتعاملي معاهم اصلا ازاي، كلمينا عن ده. هو المراحل مهمه جدا بالنسبه لاي حد ناوي يعني يشطب او كده، ففي مراحل مهمه جدا بيمر بيها ولازم هو ياخد باله منها. اول مرحله خالص هي مرحله التاسيس. مرحله التاسيس دي بتشمل ايه بقى؟ بتشمل مورد الكهرباء ومورد السباكه وبرود التكييفات، تجهيزات التكييفات. يعني انت حابب في الاول كده بتبقى عارف نفسك ناوي تعمل ايه، حابب تحط تكييفات، تكييف حائطي، حابب تحط تكييف مخفي جوه السقف، كل الحاجات دي لازم تقولها في الاول للمهندس. بنبدا على اساسها ان احنا نبدا نعمل تجهيزاتنا وترتيباتنا حتى في السباكه. ما ينفعش بعد ما نخلص مثلا العميل يفاجئك يقول لك لا اصلا كنت محتاج سيفون مدفون في الحيط. طب ما ده بيبقى في مرحله التاسيس يعني، فاهمني؟ فمرحله التاسيس دي مرحله مهمه جدا من اول المحاره. يعني هي المحاره بتيجي بعد طبعا تاسيس الكهرباء والسباكه والتكييفات، بتيجي بقى مرحله المحاره، بتيجي بعد مرحله المحاره بتيجي بقى الارضيات سواء رخام او ايا كان نوع الارضيه، بعديها الاسقف والدهانات والحاجات دي كلها بنمر بيها مع بعض. بالنسبه للتيم ازاي بنسيطر عليه، هو حلو ان انت يبقى عندك تيم بتعتمد عليه مش تملي تغيره. فلما يبقى عندك تيم بتشتغل معاه على طول بتبقى الدنيا احسن بكتير. كل مره هتجيب حد جديد هتكتشف مهارات جديده، حاجات تتفاجئ بحاجات جديده. فلا هو الحلو ان انت يبقى عندك التيم بتاعك يكمل معاك على طول، فتبقى فاهم وهو فاهمك يعني، بتطلع شغل حلو قوي. بيبقى في ثقه ما بينكم على طول، هو فاهم حتى فاهم دماغ المهندس نفسه، بتبقى فاهم هو هيعمل ايه فعلا. طيب ممكن تكلمينا شويه عن الارضيات وانواعها؟ تمام. الارضيات فيها حاجتين، في ارضيات طبيعيه وارضيات مصنعه. الارضيات الطبيعيه زي ايه؟ زي الرخام. الارضيات الرخام طبعا يعني رقم واحد في اي حاجه في الارضيات، يعني لان هو بيدي اي مكان بيديله كده قيمه ورقي شويه. فالرخام حاجه مهمه جدا، بس هو عنده شويه عيوب ممكن اقولها. هو الرخام طبعا تكلفته عاليه جدا، بياخد وقت كتير جدا، واحنا بنعمله بنحتاج طبعا بعد ما بنخلص مرحله الرخام بنعمل له مرحله الجلي علشان الفواصل اللي احنا لحمناها دي ما تبقاش باينه. ف هو الرخام بس مشاكله في الجزئيه دي في مشكله الوقت. اما بالنسبه للانواع الثانيه اللي هي المصنعه زي بس الرخام طبعا انواعه مش كتير يعني الوانه بتبقى محدوده شويه. في حاجه ثانيه اللي هي المصنعه البورسلين. البورسلين ده حلو فيه ايه بقى؟ في الوان كتير جدا. الوقت كمان ان انت ما بتاخدش وقت يعني ما بين السيراميك وما بين هو اقل قيمه شويه من الرخام، بس هو حلو جدا على فكره. يعني الوانه كتير جدا بس في عيوبه بتبقى في التركيب، يعني عيوبه بتبان في التركيب. يعني بتحتاج جدا ان انت تجيب صنايعي بيركبه قبل كده مره واثنين وثلاثه ويبقى فاهم هو ركبه ازاي، لان بيحصل فيه في النص ملي حتى بيفرق معاه. بيبقى فيه عوامل تمدد بتحصل، ممكن تلاقي بعد ما ركبته تماما تلاقي طقطق منك في اماكن معينه فبيعمل مشكله. ده بالنسبه للرخام والبورسلين. في بقى حاجات ثانيه بعده ممكن الاخشاب. الاخشاب حلوه جدا، في منها طبيعيه وفي منها مصنعه زي الاتش دي اف. هو الاتش دي اف حلوه جدا، وبالذات لو انت اصلا عندك بيتك سيراميك وزهقان من السيراميك اللي عندك ممكن ده تلزقه بقى فوقيه، فالموضوع يبقى حلو جدا وانت بتجدد. الخشب بقى الطبيعي لو انت هتبدا من الاول خالص فحلو ان انت ممكن تعمل خشب طبعا طبيعي. احنا من خلال رؤيتنا لشغل حضرتك وتابعنا البيج طبعا على الفيسبوك شفنا الصور اللي عليها، لقينا لاحظنا استخدامك الكبير جدا للاخشاب في شغلك. يعني ايه يعني انت بتتجه للخشب ليه بشكل اكتر؟ يعني ايه الفايده منه؟ مع ان حضرتك مثلا بتقولي ان الرخام كويس، البورسلين كويس، السيراميك، فهل ده مثلا تغيير ولا بيدي رونق اكتر واحسن من الرخام مثلا؟ يعني عايزين نعرف فايده
الخشب في استخدامك انت للشغل اكتر من البورسلين والسيراميك. طيب هو انا بحب استخدم الخشب جدا، بس هو مش في الارضيات بس، انا بحب ادخل الخشب في الحوائط في الاسقف. دايما بحس ان الخشب عمره ما فشل تماما، ان هو بيضيف لاي مكان يتحط فيه. يعني لو حطيناه مثلا في الحوائط بيطلع المكان شكله حلو جدا، حطيناه في الارضيات بيدي دفء كده وبيدي رقي، حسيت المكان قيمته بقت عاليه شويه. فيتحط في اي حاجه عمره ما فشل ابدا الخشب. انا احب احطه في اي حاجه حتى الواجهات، يعني احب استخدم الخشب جدا. بس في عميل ممكن اقول لك ما احبش الخشب، حتى ما بيتاثرش جدا بالاضاءه. يعني احنا عايزين نعرف طبعا الاضاءه بتاثر، يعني طريقه التاثير الاضاءه نفسها وتوزيعها بتشتغلي بها ازاي. لان احنا بنشوف اضاءه ممكن تبقى ضربه في مكان معين، لاسعه في مكان معين عامله فيه شكل مش كويس، وفي مكان تاني بتبقى متوزعه مديها شكل شيك مريحه للعين، حتى تاثيراتها النفسيه كويسه. هو فعلا الاضاءه لو ما توزعتش صح ملهاش لازمه، والاضاءه مهمه جدا جدا في التصميم. مهما تعمل تصميم حلو والاضاءه سيئه يعني ملوش لازمه، لازم توزع اضاءتك كويس جدا. وما ينفعش مثلا بنشوف حاجه دلوقتي بتحصل ان حد يحط في السقف سبوتات كتير جدا بطريقه عشوائيه مش مدروسه. هو السبوت لايت يعني سبوت لايت ده اتعمل ليه؟ عشان يعمل فوكس على حاجه معينه، تمام؟ يعني انت عندك تابلو مثلا معين، فبتحط له سبوت لايت عشان يظهر جماله. عندك ديكور معين في الحوائط، فبتحط له سبوت لايت عشان يظهر جماله. لكن كم السبوتات الغير مدروسه في المكان ما بتبقاش لطيفه. ده بالنسبه للسبوت لايت. الاضاءات لازم تتوزع بطريقه كويسه بالنسبه لكل فراغ على حده. عندك مثلا السفره لازم تبقى النجفه نازله شويه، ما تبقاش في السقف على طول، تبقى نازله قريبه شويه من مكان السفره. بالنسبه للاوض طبعا هتختلف اوض المعيشه غير اوض المذاكره غير اوض النوم. الاضاءه هناك بتبقى هاديه، في اوض ثانيه بتبقى اضاءه عاليه جدا. فعلى حسب كل مكان لازم نستخدم الاضاءه بتاعته. وما ينفعش بالنسبه للاضاءه ما ينفعش ان احنا نهتم بالشكل الجمالي ونسيب الوظيفه. يعني ما ينفعش نروح نجيب من كل مكان مثلا نجفه على 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 كل حاجه شكل عشان ندي شكل مثلا شكل كويس، وبعد كده نحس الوظيفه ما نلاقيش مثلا كويس. فلازم نشتري حتى لما نيجي نشتري الحاجات دي لازم نشتريها كلها من مكان واحد وكلها نفس الروح. يعني الاباجور نفس الابليك، مش كل حاجه من مكان في نفس المكان في نفس الفراغ. فالاضاءه حاجه مهمه جدا، هي اللي ممكن تبين لك جمال التصميم بتاعك، وهي ممكن تبين لك قد ايه التصميم سيء. المساحات الصغيره ممكن بتحد من ابداع المهندس. يعني احنا بنشوف شقق كبيره جدا دي بقى بنشوف فيها شغل كبير جدا. يعني احنا شفنا الصور، والصور بقى تنزل المشاهدين دلوقتي طبعا. يعني حاجه جميله جدا، حضرتك برضو اللي منفذاها تبع التيم بتاع حضرتك. لكن في مساحات ضيقه، فدي بتشتغلي فيها ازاي؟ ودي فعلا يعني ما بتقدريش تنفذي فيها ابداعاتك المختلفه، بتطلعي فيها التصميمات بتاعتك بشكل كويس؟ لا خالص، ولا بتختلف؟ المساحات الصغيره عمرها ما كانت بتحد من ابداع المهندس تماما. بالعكس، اي حد في الدنيا هيقدر يفرش فراغ صغير، لكن مش اي حد يقدر يفرش فراغ يعني اي حد يقدر يفرش فراغ كبير، بس مش اي حد يقدر يفرش فراغ صغير. الفراغ الصغير ده بتبقى محتاج مجهود منك اكتر، محتاج ان انت تصممه بطريقه افضل، ان انت تطلعه بشكل اوسع بكثير من اللي هو عليه، وان انت تطلعه في نفس الوقت ان انت تستغل كل جزئيه فيه، بس ما تعملش زحمه. ازاي تطلع من مساحه صغيره مساحه كبيره من غير ما تعمل زحمه؟ ايه النصائح اللي انت ممكن تقدميها للعميل بحيث ان هو المكان بتاعه يطلع بشكل كويس من حيث وجهه نظرك انت كمهندس؟ لو هو مكانه صغير يعني لو مكانه صغير وحابب يطلعه بشكل اوسع، يبعد تماما عن الاسطح اللي هي المنخفضه. ما ينفعش يعمل سقوط عالي قوي في السقف عنده. ما ينفعش الالوان الداكنه تماما، لازم الالوان كلها تبقى فاتحه تبقى مريحه. وما ينفعش اجي مثلا عارضه لون وبقيه العارضات لون تاني، لا لازم كل الالوان عندي تبقى نفس كل الحوائط نفس الدرجه. ده بيخلي لك المساحه تبقى اوسع بكتير. عارف لو كل مثلا حاجه لون تحس مساحه ضيقه جدا. لازم برضو الفرش تبقى قطع بسيطه جدا. وبالنسبه للحاجات المقفوله نبدا نفتح، يعني ممكن نفتح المطبخ لو هو مقفول يبقى مفتوح على الريسبشن، فده هيدي لك وسع اكتر بكتير. ويقلل بقى السجاد والحاجات دي يعني هتطلع معاك. طب الفرش حاجة. الفرش ممكن ياثر على التصميم بتاعك؟ اكيد. انت ممكن تعمل تصميم حلو جدا ويجي العميل انا هفرش، يعني يفرش هو مثلا، فيطلع حاجه ملهاش علاقه تماما بتصميمك. فانت لازم التصميم بيأثر جدا، هو اللي بيظهر التصميم بتاعك. يعني الفرش مهم جدا يعني. لا مش حضرتك انت اللي عامله الديكور، يبقى مش اوريدي انت اللي بتفرشيه؟ اه وانا اللي بفرش. بس ممكن يجي لك عميل يقول لك انا لا انا حابب والله شكل الكنبه دي مع دي، وهو لا بيختار حاجه مثلا هو مش شايف ان هي مش ماشيه مع تصميمه، بس هو شايف القطعه لوحديها انها حلوه بس هي بتاتا مش ماشيه مع تصميمه. فلا انا شايفه ان الفرش بيكمل التصميم، فلازم الفرش يبقى
ليها علاقه بالتصميم ولازم المهندس هو اللي يختاره، ما ينفعش خالص العميل هو اللي يختاره معانا. طب ممكن بقى نروح لفكره العريس والعروس والكلام ده كله، والافكار اللي كانت لسه متوارثه ممكن لسه لحد دلوقتي بشكل بس مش كبير قوي، اللي هو زي السفره والنيش والكلام ده كله، ده لسه موجود وناس بتطلبه ولا خلاص كده راحت عليه؟ هو النيش انا مش ضده بصراحه، يعني في ناس حاليا تقول لك انا ضد النيش، بس انا مش ضد النيش. هو لو انت عندك مقتنيات غاليه، عندك تحف حلوه، عندك حاجات كريستال قيمه وحابب تحطها، حطها، ليه مو مشكله حطها في النيش، يعني مفيش مشكله. بس لو انت مساحتك صغيره وما عندكش الحاجات المقتنيات دي، فانا شايف النيش ملوش لازمه في الحاله دي. في حاجات تانية ممكن نحطها، يعني دلوقتي لو عندك مساحه المطبخ واسعه ممكن تحطي فيها زي يونت كده بيتحط فيها الحاجات اللي هي بتحط في النيش. فالنيش حاليا ما بقاش، يعني في ناس كتير تقولك انا مش عايزه سفره كامله بالنيش، بس هو انا مش ضد النيش خالص، النيش كويس جدا، بس لو انت مساحتك تسمح ولو الماديات تسمح ان انت تجيب حاجات تتحط فيها قيمه فليه لا. ودلوقتي في اشكال حلوه من النيش، يعني ما بقاش زي زمان. يعني طب السفره برضو، يعني احنا بنشوف بتاخد جزء كبير. السفره ما ينفعش تجيب سفره كبيره جدا وانتوا فردين مثلا بس، واصلا شقتك ضيقه، يعني طب هي بتاكل مساحه كبيره قوي من المكان. لازم تجيب حاجه تبقى انت هتستخدمها وعارف انت فيما بعد تستخدمها قد ايه، فاش تملى كراسي كتير قوي، وشكل السفره سواء دايره او مستطيل ده مهم جدا. بالنسبه للسجاده دي حاجه مهمه جدا، سجاده السفره ما ينفعش السجاده ابدا تكون الكرسي وانت بترجع بيه تبقى السجاده يعني مش جايه في الكرسي، لازم تكون السجاده اللي ضمه كل الكراسي بالترابيزه السفره كمان، لان هي لو هي مش واخده كرسي وانت مرجعه فبيبقى شكلها سيء جدا، تحس انها زحمه قوي. طب المطبخ اهم مكان في البيت بالنسبه لست البيت، التصميمات بتاعته انت بتعمليها زي ما هي بتطلبها يعني بالظبط، حتى لو هي مختلفه مع تصميماتك انت، ولا انت بتعرضي عليها الحاجه الافضل الحاجه الاحسن بالنسبه لها عشان تستغل مثلا المساحه تطلع المطبخ بشكل كويس؟ طبعا عارفين ان هو يعتبر اهم مكان بالنسبه لست البيت، فانت الحلول دي بتعملي فيها ازاي؟ ايه الافكار انت بتقدميها تشتغلي فيها ازاي؟ هو مبدئيا المطبخ ده من اكتر حاجات المهمه في البيت، فلازم نراعي فيها حاجه مهمه جدا قبل التصميم، نراعي مثلث الحركه. مثلث الحركه ده بيشمل ايه؟ بيشمل الثلاجه، الحوض، البوتاجاز، لازم تكون مساحتهم من بعض تبقى كويسه، ما تبقاش قريبه جدا ما تبقاش بعيده جدا. فاحيانا بنضطر ان عندنا مساحه ضيقه فبنحط الثلاثه على لاين واحد على خط واحد، بيبقى البوتاجاز، الحوض، الثلاجه، فبيبقى لازم نبعد بينهم ما يبقوش قريبين من بعض. في حاجات تانية بتبقى حرف ال، ممكن نحط الثلاجه في الاول بعديها الحوض بعديها البوتاجاز. انجح حاجه في التصميم المطبخ هو حرف اليو، ده بيحقق لنا مساحه حركه كويسه جدا، وبيحقق مثلث الحركه بشكل افضل بكتير. فده من انجح التصميمات اللي هو حرف اليو. ده بالنسبه لتصميم المطبخ. لازم نراعي حاجه مهمه جدا، ان احنا لازم نكون نشتري الاجهزه قبل ما نصمم الوحدات، لان انت ممكن تشتري اصلا اجهزه، ممكن تصمم وحداتك تجيب ممكن تكون مختلف ما لهاش مكان مثلا في المطبخ او انت عملت ايه. لازم تشتري اجهزتك قبل ما تصمم وحدات المطبخ عندك. وحدات المطبخ حاليا بقت حاجه مهمه جدا. طب ممكن مثلا لو قلنا في حاله ان خلاص انت عملت التصميم وهو لسه ما اشتروش الاجهزه الكهربائيه، بتبتدي تتعاملي مع الوضع ده ازاي؟ ممكن مثلا تغير المطبخ ولا بتبتدي تعملي تصميم جديد؟ طب هو صمومه بناء على ايه؟ يعني هو صمومه بناء على ايه قبل ما اشتري الاجهزه؟ اكيد بناء على ستاندرد معين، يعني يقول لك انا هجيب مثلا بوتاجاز 90 مثلا، بس ممكن اختلف 90. مثلا في المقاسات الثلاجه مثلا بتحاول للاسف هتحاول تجيب حاجات نفس المساحه وهتضطر تعدل في الوحدات، مستحيل يطلع عندك الشكل مظبوط جدا وانت جايب اجهزه ومصمم باجهزه ثانيه خالص. يعني ممكن تعملي تصميم عكس ميولك او رغباتك عشان خاطر العميل مثلا؟ هو بتحصل بس مش لازم، يعني ممكن انا مثلا مش محب كلاسيك قوي، بس في حد يجي يقول لك انا بحب كلاسيك فعايز كلاسيك، بعمل له كلاسيك بس بتحط لمساتك بقى، يعني مش لازم يكون زي كلاسيك صريح، يعني لازم تغير فيه شويه، تحط اللمسات بتاعتك برضه. هو التاتش ده الاخير ده اللي بيفرق، الفينش بتاعها ده اللي بيخرج الشغل مثلا مختلف عن اي حد تاني. ده اللي بيبين شغلك من شغل غيرك، يعني شغلك بيبقى باين ده اللمسات دي معروفه بتاعه فلان كده. يعني دي فكره فعلا انت وجهت نظر المشاهدين ونظر انا فعلا للنقطه دي، اللي هو انت بتعملي حاجات الناس مش هتقول مثلا انا كشخص انا عاوز التصميم ده، مش هتقول انا اللي عاوزه، هتقول انت المصممه انت اللي عامله، حتى لو هو مش كويس هيقول انت اللي شغلك. المهندس هو اللي عمله، انا ما كنتش عايزه هو اللي عامله. يعني فلازم فعلا ان انت تاخد بالك من النقطه دي جدا، حتى لو العميل اصر جدا يقول لك لا انا دي عاجباني، العميل ما بيبقاش شايف الرؤيه كامله على فكره، بتبقى عاجباه حاجه معينه بس مش شايف الرؤيه كامله. المهندس هو المفروض بيبقى شايف الرؤيه كامله، فهو اللي المفروض يعرف ان ده هتنفع ولا ما تنفعش، يعني دي هتكمل ولا ما تكملش.
فما ينفعش كل حاجه يوافق العميل عليها، يعني لازم كل حاجه العميل يقول اه. يعني لو استذكرنا بعض المواقف كده ممكن نقول مثلا ايه اغرب موقف حصل لك وانت بتتعاملي مثلا مع حد مع عملاء مثلا؟ ايه اغرب حاجه ممكن تكون اغرب حاجه مشكلات؟ هي كان حاجه برضو عميل اصر على حاجه معينه جدا، قال لي انا عاجبني قوي الرخامه دي، قلت له بس دي مش ماشيه مع حضرتك ولا الفرش ولا المكان ولا الدهانيات ولا الديزاين ولا اي حاجه. قال لي لا الرخامه دي عاجباني جدا. طب تمام يعني هو بص خلاص انا قلت له هتبقى سيئه جدا. قال لي لا هي عاجباني جدا، جاب الرخامه وكلف وعملها هو نفسه شاف انها سيئه جدا وبرجع قال لي رجع بعد كده هي سيئه فعلا فدي تكلفه. هو قال لي ما فيهاش حاجه، ايه المشكله يعني؟ هو يعني خلاص ما فيهاش حاجه عادي ممكن نغير يعني ما فيهاش حاجه، بس هو اي حد بيصر على حاجه معينه في الغالب بتبقى ملهاش اي علاقه بالتصميم. فما ينفعش العميل، انا مش كل عميل بيقول لي لا انا عايز، بقول له اه يعني في حاجه تقول له لا يعني مرفوضه، يعني مثلا حاجات يقول لي انا عايز الوانات في السقف مرفوضه. بالنسبه بقى توجهتنا مثلا نظرنا للالوانات، ايه الالوان المريحه للعين كده؟ هي الحاجات كلها الهاديه من اول الابيض البيج، اكتر درجه قوي اللي هو الفانيلا لاتيه، ده اكتر درجه دلوقتي بنستخدمها، هي الوان حياديه مهما تفرش معاها بيظهر قوي الفرش. انا ضد الالوان الغوامق قوي في الحوائط، يعني ممكن نعمل في اوضه الاطفال مثلا عارضه واحده، لكن ضد الالوان الغوامق، بس الالوان الهاديه دي بتبقى احلى بكتير ومريحه نفسيا، بتوسع المكان برضو. طب بالنسبه للعماره بتتبع اي مدرسه؟ الجمال ولا الوظيفه اللي هو عايز تطلع الشكل بشكل خرافه كويس جدا، ولا انك تطلع حاجه متينه التصميم بتاعتها برضو تعيش معاك لقدام ما تتاثرش مثلا بالحاجات بالعوامل الموجوده؟ فانت بتتابع ولا بتجمع ما بين الاثنين؟ انا بصراحه انا احب اتجمع ما بين الاثنين، الوظيفه والشكل، بس انا دايما بؤمن ان الشكل بيتبع الوظيفه، الوظيفه مهمه جدا. يعني العماره اصلا اتعملت عشان، يعني مشروع اتعمل عشان حاجه معينه، لو هو ما خدمش الحاجه اللي اتعمل عشانها فهو مشروع غير ناجح. فلازم هو انا عندي اهم حاجه الوظيفه يتبعها الشكل، ما ينفعش الجمال لوحده او الوظيفه لوحدها، الاثنين بيكملوا بعض، بس في الوظيفه بتيجي في الاول طبعا. يعني طبعا الوظيفه اهم حاجه بنحس اهم حاجه طبعا. يعني انت ممكن تعمل مشروع سكني وتقسمه تعمل شكله حلو قوي بس هو مش بيلبي احتياجات الناس اللي ساكنه جوه، طيب ما هو مشروع مش ناجح يعني، فاهمني؟ لازم يكون مشروع ناجح، لازم تصمم الاول بطريقه معينه تلبي وظائف الناس اللي اتعمل عشانها المشروع واحتياجاتهم المعنويه او الماديه، وبعد كده تيجي في الاخر بقى الشكل الجميل والحاجات دي كلها. مهندسه اسماء سرحان مهندسه العماره والتصميم الداخلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمه. مشاهدينا ان شاء الله نريد اللقاء الثاني كتير مع المهندسه اسماء طبعا، وبشكركم جدا على حسن المتابعه، وانتظرونا ان شاء الله الثلاثاء القادم الساعه 1 ظهرا في نفس الميعاد. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.